وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يطلب من المسلمين أن ينفقوا لتجهيز الجيش المدافع عن الدين والأرض والعرض. يقول عثمان بن عفان: 100 بعير يا رسول الله، مجهزة بطعامها وسلاحها. يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان، ثم ينزل درجة من على المنبر ويقول: أنفقوا لتجهيز الجيش. يقول عثمان: 100 بعير يا رسول الله، مجهزة بطعامها وسلاحها. يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان وينزل درجة ويقول: أنفقوا لتجهيز الجيش. يقول عثمان: 300 بعير محملة ومجهزة بطعامها وسلاحها في سبيل الله يا رسول الله. ثم جاء عثمان بألف دينار ونثرها بين يدي رسول الله، فابتسم النبي وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.